لو الحكاية فيها إن فيتو. نرجع لو رجعنا تاني لمصر، يعني هل ممكن زي ما سبق وحددتنا هذا العام عن سقوط مرسي تحديدا في 30/6، وكانت مفاجأة بالنسبة لي. انا طبعا بثق، انا بثق كلامك، لكن ما عملية الوقت ده كان يعني انا ما بحبش اوقت، لان في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم كذب الوقتون. انا ممكن اقول لحضرتك دلوقتي هتمشي او شفت لك حادثه والعياذ بالله، ربنا يحميك ويحمينا واحترس، وربنا يخليك ايه تحترس ويخليها ياجلها لسنه سنتين زي ما حصل في دوله اخرى حذرتها من موسم الحج، وربنا اجل هذا الحدث. ولكن هنا النقطه في ان انا ما احبش اوقت، وقدت السبب. انا كان اول ظهور اعلامي ليا، مع اني سايبه الكل يتكلم وانا صاحبه علم، بس طالعه في وقت معين لرساله معينه زي ما اعلنت قبل كده. حبيت اوقت عشان الناس تعرف جو عياد بعمل ارقام ممكن تجيبي، بس دي كانت رساله. بعد كده انا لا اوقت، لا اوقت، ولكن انا استاذنت بربنا سبحانه وتعالى، لان انا مش حرت نفسي ان انا اوقت في الشيء دوت لحدث جلل كان هيصيب مصرنا. وكنت خايفه ساعتها على اخواننا المسيحيين لما كانوا عايزين يحرقوا لهم الكنائس، وحذرت مرارا وتكرارا وما حد سمع كلامي، لان الكنائس اللي اتحرقت ديت عملت لي ازعلت عشانها، لان هي تراث مهما كان هيرمموا ايه تاريخ ده، يشوف عمرها من كام سنه. ولكن بقول لهم ان شاء الله رئيس مصر القادم لاخواننا المسيحيين سيرجع لهم حقهم وكرامتهم، وسيكون لهم يعني هيحسوا ان هم مش اغراب زي ما هم حاسين دلوقتي. جوشي، مع قدوم العام الجديد وكل سنه وانت طيبه، حضرتك ان شاء الله، هناك تهديدات من جماعه الارهاب المسمى الاخوان لاخواننا الاقباط في اعياد الميلاد. ماذا تتوقع او ماذا قالت الحسابات الفلكيه او الابراج؟ لسه قايله، بقول يا شعب مصر، يا شعب مصر، يا مسلمين، يا مسيحيين، امسكوا كلمه يا لطيف 221 مره. لما الشعب كله بطاقته الايجابيه وبقلب صادق، عشان ما حدش يقول ما احنا بنقولها، ما انتوا عشان ما عندكمش ذره ايمان. ده اللي ربنا ما بيجيبش معاهم شغل الطاقه، لو عندهم ذره ايمان ذره واحده، ومن كان يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن كان يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو عندكم ذرة إيمان، ده شغل طاقة، لو قلتوا 221 يا لطيف ربنا هيكرمكم. واللي ما عندوش ذرة إيمان، لو قالها 200 مليون 21 مليون مش هتجيب معاه فايدة، يأثر ما يقولهاش أحسن. ولكن هي اللطفية، ربنا هيلطف بينا، وإن شاء الله يحمي إخواننا المسيحيين ويجعل نقبهم الخوارج ما يسيبش اي حد. لكن هم هيحاولوا، طبعا هيحاولوا، يعني من المتوقع ان تحدث فعلا اعمال ارهاب منهم ضد اي طبعا من المتوقع، بس باذن الله تعالى اسال الله العلي القدير ان يجنب اخواتنا المسيحيين ويحميهم ويمتعهم بالعيد بتاعهم، ويستقبلوا ان شاء الله سنه جديده على خير بحق محمد وال محمد.